لنعمل ديك رومي بالفرن احنا بحاجه لديك وبدنا خليط للنقع مكون من جالون ماء تقريبا، ست حبات من الثوم، روزماري، ميراميه، كوب ملح خشن، فلفل، كوب سكر بني واثنين بصل. لشوي الديك بدنا تفاحتين لون اخضر، 200 جرام من الزبده، ملح وفلفل. للتقديم بدنا خضار مشويه حسب الرغبه. النهارده هنعمله بطريقه دايما هو بيطلع، يعني في ناس بيشتكوا دايما ان هو بيبقى ناشف. مظبوط. فالنهارده هنوريكم ازاي ممكن تعملوه بحيث ان هو يطلع معاكم طري جدا من جوه ومن بره كده في طبقه مقرمشه، والسر في النقع. يا سلام. براينينج. صح. انا اللي بسمع انه بنقعوه قبل بيومين ثلاثه، صح؟ مظبوط؟ مظبوط. بنتقع. بنتقع. فطب قولي لنا هلا اللي بشوه مجمد مثلا؟ في ناس بيشتروا او مش كله، الاغلب يعني هو الاغلب مجمد. خلينا مزبوط. نحكي لما نشتري مجمد، طب ما هو بده وقت ليفك ثلجه وبده وقت لنرد ننقعه، فنحن قد ايه انت بتقولي لنا قبل بكم يوم نجيبه وننقعه هذه القصص؟ يعني هو عايز على الاقل 4 ايام قبل ما تجيبيه. 4 ايام؟ اوكي. لازم. يعني لازم تجيبيه وبعدين يفك ثلجه. لازم يفك ثلجه، بس طبعا ممكن تختصري ده بانك مثلا تحطيه في ميه وهو مجمد. فممكن خلال يعني مثلا نص يوم يفك. فادي كده مثلا اختصرنا يوم ونص. ايوه. ممكن ننقعه يوم بس لو مش كبير، يعني لو بالحجم ده ممكن يتنقع يوم واحد بس. بس يوم واحد. هو من يوم ليومين ونص بقدر انقع الديك حسب حجمه. حلو. بالثلاجة. بالثلاجة او بره لو كبير ما بيدخلش في الثلاجة. بتقدروا تحطوه في الثلاجات البورتبل دول. والله. او في طبق كبير. وكل شويه نتاكد ان احنا بنحط له تلج. ايوه حواليه يضل تلج عشان تلج البارد. يعني كل مثلا نص يوم كده بنروح حاطين له تلج. يعني بدنا نشتغل فيه. احنا عايزين ملح خشن. ما ينفعش، يعني مش عايزين ملح ناعم. لان الملح الناعم هيملح الدنيا كتير. فلازم ملح خشن. اوكي. هنحط كوبايه 3.5 لتر. 3 الجالون 3.5 لتر. ايوه الجالون، اذا 3.5 لتر. 3 لتر ونص. انا كاتبه قد ايه؟ انت قايله جالون. جالون لا، يبقى انا عايزه اكتر. اكتر من جالون؟ يعني ما المهم 4 لتر. هو ملوش عيار الصراحه. لان هو حسب حجم الديك. صح. يعني عندك في ديك ممكن ياخد 2 لتر مثلا، وفي ديك تاني ممكن ياخد 10 لتر. صح. فانت حسب هو قد ايه. 100%. طيب هنحط كوبايه تقريبا من الملح. بالظبط. كاسة ملح من الخشن بتقول. خشن تستعمله دي كده تقريبا كوباية. اوكي. هنحط فلفل. روزماري. هنحط دلوقتي سكر بني. سكر بني عندك قد ايه؟ برضو كوبايه. برضو كوبايه سكر بني. اوكي. هنحط بصل كمان هنا. اوكي. وكده احنا نص اشتال يعني تقريبا كده. احنا عندنا ثوم كمان، صح؟ عندنا 6 حبات من الثوم. اوكي. كده احنا عملنا ايه يا جماعه؟ عملنا خليط النقع. هنعمل احنا ايه بقى؟ هفتحه بس عشان النكهه تطلع اكتر. هفتح الثوم كده. عشان النكهه تبرز اكتر. اي اعشاب ناقص بس نحط شويه، ممكن نحط ميراميه. زاكي. اي حاجه انتوا بتحبوا تحطوها عايزين تنكهوها. ممكن تحطوا شرايح برتقان. بتقدروا تحطوها، مفيش حاجه بتمنع ابدا. النكهات اللي بتحبوها حطوها. دلوقتي احنا حطينا الكلام ده كله، ميه دافيه بس عشان تساعدني ان انا ادوب الحاجات دي. ولما تدوب بتدخل بالمي اسرع، بتصير جوا النقعه جوا. بالظبط. دلوقتي بقى هناخد الديك بتاعنا. الديك بتاعنا طبعا مغسول. ازاي انا بغسل الديك او اي طيور ده كتير بحب انا طبعا تكون ريحتهم حلوه، لان الطيور يعني بتبقى نوعا ما فيها ريحه مش حلوه، زي زفاره يعني. انا طبعا بجيب الليمونه. ليمون. وبجيب الطير اللي هنضفه، ومن جوه
بفرك من جوه بالليمونه كويس جدا، نص ليمونه طبعا. بفرك 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 جامد لغايه ما احس ان كل القلب بتاعها من جوه اتفرك ومن بره كمان. بنبتدي من بره الاول الفركه وبعدين بندخل على جوه، هو الدقه على جوه اكتر. حلو طبعا طبعا. بعدين بعد كده بجيب طحين وبفضل برضو افركه من جوه كويس قوي 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 لغايه ما احس ان كل الطير من جوه بقت الدقيق مغطيه، بس فرك مش رش كده، لا فرك 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 من جوه. وبفركها من بره كمان، بسيبها في الموضوع ده شويه. ممكن بقى قبل ما اشطفها ممكن احطها في حاجه كبيره كده فيها شويه ميه وخل واسيبها برضو فيها 5 دقايق. أوكي. وبعدين اشطفه. يعني انا بقدرش اشتغل في الطير الا لو مسكته وشميته، شم ريحه هواء يعني، مش ما فيش حاجه قدامي، شم ريحه هواء. ايوه، من كتر ما هو خلاص نظيف، خلاص وصلنا لمرحله النظافه دي، ساعتها بشتغل في الطير بتاعي. نظافه بشتغل بالظبط. فدلوقتي هنا عندنا دي الميه بتاعت النقع بتاعتنا جاهزه. دلوقتي الديك بتاعنا حسب حجمه، لو حجمه صغير بقعده 24 ساعه في الخليط النقع ده. 24 ساعه ممكن يدخل الثلاجه لو هو بالحجم ده. لو هو اكبر من كده ممكن نسيبه 48 ساعة، بس طبعا ساعتها هيبقى بره زي ما قلنا، يا إما في الثلاجات بتاع اللي بناخدها معانا في الرحلات دي، الرحلات بنحط فيها الخليط اللي احنا عملناه ده وبنحط فيها تلج وبنقفل عليها. وبعديها بيوم مثلا بنشوف لو التلج ساح بنرجع نحط لها تاني. حلو. أو في طبق برضو كبير وبرضو نفس فكرة التلج، بس هتبقى على مرات أكتر من لو في تلاجة الرحلات. أيوة. خلاص كده الصورة وضحت. البراينينج ده بيعمل إيه يا جماعة؟ ده بيخلي الديك يبقى طري جدا من جوه، اللحمة بتاع الديك كله بيتشرب من المية اللي إحنا مخلطين فيها النكهات دي، كل اللحمة بتاعة الديك بتشرب الكلام ده. فلما باجي بحطه في الفرن انا ممكن ما احطلوش اي حاجه خالص. خلص. يعني ممكن بس كده احط له التفاحه مثلا جوه، رشه ملح وفلفل بس، خلاص بيطلع طري وممتاز. حلو. هلا بدنا نحط الديك. دلوقتي هناخد الديك بتاعنا. هو تخين شويه الديك. الديك بتحسيه ابوها للفرخه. البرايننج دي على فكره ممكن نحطه مع اي نوع من انواع الطيور، يعني مش لازم بس ال ممكن دجاجه نعملها، فراخ، بط، اي حاجه. احنا عاملين يوم السبت بط على فكره. بط السبت؟ ايوه، بناء على طلب السيد سمير. ايه سمير حجازي يسعد صباحك. طيب هناخد ال بسم الله ديك ونحطه كده بالنقعه ونسيبه بقى هنا كده بالمنظر ده. ايوه. خلاص كده هنسيبه بالشكل ده زي ما اتفقنا، تقريبا 24 ساعة في التلاجة. طبعا بعد نص المدة باخده بقلبه على الناحية التانية علشان خاطر تبقى متأكدة ان كل النواحي وصلت وصل لها المحلول النقع. دلوقتي احنا بنطلعه من مية النقع، بس يعني احنا بنقدر ندخله زي ما هو. الاول عايزة اقول لكم على انت عارفة دي الايه؟ لا. طيب دي دي شايفين؟ بندخل الديك الفرن لما بتطلع معناها ان الديك استوى. كيف يعني بتطلع؟ زي ما قال عن جد يعني مظبوط بحكي عبد الله، زي ما قال عبد الله بتطلع فوق كده. بس يعني كلمه تانية ممكن نلاقي كلمه تانية ليها. فلما بتطلع فوق كده خالص معناها ان الديك استوى وجاهز. استوى. فعشان كده دي موجوده. طيب هناخد دلوقتي عندنا زبده، هناخد شويه زبده، وعندنا هنا كمان تفاح، هناخد تفاح يعني اصفر اخضر احمر، المهم نكهه التفاح. الديك بيحب التفاح. الديك بيحب التفاح وبيحب بصراحه الديك بيبقى حلو مع اي حاجه بتحطيها فيه. ايوه. طيب ناخد كده مثلا تفاحه. طبعا الحشوات دي بقى اجتهاد، يعني اي حاجه انتوا بتحبوها حطوها، مفيش وصفه معينه يعني. طيب نحط كده التفاح هنا، ممكن نحط كمان معاهم مثلا روزميري. ايوه للنكهات. نكهات بقى زي ما احنا عايزين، ميراميه، مع انه كل ده اوريدي موجود بس احنا بنزود الزياده يعني. خلاص دلوقتي عايزين ناخد شويه ملح وفلفل بسيط. انا هاخد
هقول لك هعمل ايه. هاخد شويه زبده، والزبده اللي هاخدها هحط لها ملح وفلفل نفس. أيوة الزبده صح، لان هو اوريدي فيه ملح يعني. هو فيه ملح، انا بس يعني زياده، انما هو اوريدي فيه ملح. احنا حاطين له الملح في الميه، والميه دي دخلت في كل اللحم. خلص تغلغلت. تغلغلت بالظبط، تغلغلت دي حقيقه. طيب ها كده الزبده ممتاز. هبتدي بقى دلوقتي افصل الجلد عن اللحم بتاع الديك. بفصل شايفه، بنفصل كده قد ما نقدر، قد ما نقدر بنفصل كده اهو، من هنا ومن خلاص كده. هناخد بقى دلوقتي الزبده اللي عندنا ونبتدي نحط كده جوه. ايوه زبده جوه مش على بره لسه، بس لازم نحط جوه. ايوه جوه كده شايفه. هذه التريك اللي بتخلي زاكي ومقرمش مو بتخليه كمان طري، والزبده بتبقى محبوسه جوه. ايوه يعني الزبده بتفضل محبوسه بين اللحم، يعني مهما انساحت بتفضل برضو الجلد ماسكها يعني. يا سلام. اوكي، وبرضو عند الورك نبتدي بقى ندعك كده من هنا وهنا وهنا، نحط فيه كله الزبده هنا، وبعدين كله نحط عليه زبده. بس انا دلوقتي عشان هم عايزين يطلعوا فاصل، هنعمل ايه دلوقتي؟ هاخد الديك من هنا، الجزء بتاع الجناح ده، وبحطه بس من تحت هنا كده بالشكل ده. يعني غدا هلا ما راح تبهري ولا كده، ما فيه هو ما يعني هو فيه كل حاجه. ايوه يعني كله متغلغل فيه نكهه. أيوة. النقع اللي احنا حطيناها، فمش مضطرين ابدا ان احنا يعني، غير اهو شايفين ازاي بندخله جوه الدراع كده بالشكل ده. ودلوقتي هجيب الفويل، انا بحب احطه بغطيه بالفويل، بحطه. عايزين تحطوا معاه خضار، هيبقى قبل ما يخلص بساعه تقريبا. ده هيقعد تقريبا 3 ساعات في الفرن. أول نص ساعة هخليه على أعلى درجة حرارة، هغطيه دلوقتي بالفويل، وأول نص ساعة على أعلى درجة حرارة، بعدين هخليه على 180 بس، 180، وخليه يكمل كمان ساعتين ونص فوق النص ساعة دي. طبعا بنربط رجليه يعني، بيطلع بعد كده بشيل من عليه الفويل وببتدي أخليه يتحمر لغاية ما أخد اللون اللي أنا عايزاه، ونجيب حلو. يلا هلا غادة رح تطلع لنا التركي زي ما انتم شايفين. انا على ما، يلا استني غادة، يلا هلا لازم تحطوا موسيقى. دا 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 طلع الديك من الفرن. يا سلام، والله شكله زاكي يا غدغودة. يا سلام يا سلام يا سلام. بس عايزاكم تشوفوا، بشوف يا عبد الله اهي التحميره، شايف ازاي طلعت لوحدها؟ شايفة؟ طب انت بتختاري المكان اللي تحطيها فيه؟ لا هي بتيجي، هي بتيجي موجوده. بتكون فيه، هي بتيجي بس انا ممكن اشيلها، اشيلها احطها. طيب. في حته تانية مش مشكله، مو مشكله. طيب حبيبي، وبنقدمه بقى مع خضار ومع اكيد.